يدلي انا يدلي انا حلمي امي يا زوق. خير شوفي خطفوا يمنى. شو مين خطف مين؟ هتلسوا على الخبريه. يلا راح عند بابا تشوف شو بدنا نعمل. مين راح يتحمل هالمصيبه؟ انا ما خصني باللي عم بيصير فيني. يدلي انا يدلي انا شو عاد لو شو هالبومي. لازم شوفي اسمه تكون كتير متضايقه. خلص بكفي هالقد بكفي هالقد ظهر وعذاب وزن. الجزء الثاني من ما فيه 12 مليون دولار راح نعمل سعر منيح من وراك. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.